بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل إن شاء الله يا إخواننا النهاردة التعامل مع الستريمز أو تدفقات البيانات. خلي بالك بقى، ركز واحدة واحدة. تعال نعمل مشروعنا، هنسميه ستريمز. نوعه طبعا ويندوز فورم أبلكيشن بالشكل ده كده. الستريمز ببساطة زي ما شرحنا الدرس اللي فات، تدفق من البيانات. طيب الستريمز خلي بالك هنتم تدريس زي ما بيقولوا ايه الكلاسز او الفئات اللي موجوده فيه الاساسيه. ايه هي الفئات الاساسيه اللي فيه؟ تعالى بس انقل ولا سيبه مش مشكله. تعالى نجيب البطن كده. خلي بالك بالشكل ده. اول حاجه هستخدم الاي او زي ما قلت لك بقى، امبورتس سيستم دوت اي او. على طول يجي في دماغك اول ما تتعامل مع الملفات والمجلدات اي او على طول، تمام. طيب هتتعامل معاه مره واحده، استخدمه جوه بقى زي ما قلت لك بايه، باستخدام اللي انت تقدر على تحت يعني السيستم اي او دوت مثلا دايركتوري او باص او اي حاجه. طيب في عندنا خمس حاجات اساسيه، تمام، هنتعامل معاهم. خلي بالك بالله عليك ركز. اول حاجه اسمها الفايل ستريم اللي هو ده كده. الفايل ستريم هي عباره عن كلاس، فئه طبعا الدوت نت اللي هو جايبها لي، تمام، فيها بروبرتيز وميثودز بقى والكلام ده. طيب الفايل ستريم هي عباره عن كلاس هتقدر تمكنك من ان انت تقدر توصل لعمليه الانبوت الادخال وعمليه الاوتبوت الاخراج. خلاص بالنسبه للبرنامج بتاعك، خلي بالك انا بقول انبوت واوت بوت بالنسبه للبرنامج بتاعك. يعني انبوت انت البرنامج بتاعك بياخد، اوت بوت البرنامج بتاعك هو اللي بيعمل اوت بوت. خلاص طيب ده الفايل ستريم اول حاجه. طيب في حاجه تانية اسمها ستريم ريدر واخوها اسمه ستريم رايتر. ستريم ريدر اهو، في عندها برضو اخوه اسمه ستريم رايتر. الاثنين واضح من اسمهم، كل واحد هتلاقي فيه ستريم ريدر هو مهمته يقرا ملفات الاستريم اللي هي الكاركترز اللي هي من الاخر ده بيتعامل مع الايه، ها، مع الملفات من نوع تكست، تمام، الملفات من نوع ايه، ها، تكست. ده او ده بيقرا ملفات من نوع تكست، لكن ده بيعمل عمليه رايتر اللي هو اوت بوت، تمام. يبقى ده التكست ايه او انبوت اهو، انبوت للنوع اللي هو ايه يا اخوانا، ها، للتكست بوكس، اسف تكست بوكس ايه بس للتكست، تمام. لكن هنا بيعمل اوت بوت، تمام، للايه، ها، برضو للتكست، تمام. تعالى نعمل هنا تاب عشان يبقوا تحت بقى. طيب عكسهم مين؟ هو الباينري، ها، ريدر، يبقى اخوه اسمه ايه، ها، باينري رايتر. بس اهو تعالى نجيب اخوه الباينري رايتر بالشكل ده كده اهو. دي حاجات اساسيه، ده بيعمل انبوت ولكن للنوع ايه يا اخوانا، ها، للنوع ايه، ها، باين من اسمه للنوع الباينري، اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات على انواع الايه، ها، الملفات، صح. طيب وكذلك ده برضو بيعمل ايه اهو، اوت بوت للنوع ايه، الباينري ببساطه. بس طيب الستريم بيعمل الاثنين، بيعمل ايه، ها، الاثنين، الانبوت، ها، والتكست. جميل. يبقى الفايل ستريم بيعمل الانبوت والاوت بوت كده بس، لا مش كده بس اهو، وبيعمل التكست والباينري من الاخر، ده بتاع كله، ده بتاع ايه، ها، كله. يشتغل مع التكست ماشي، يشتغل مع الباينري ماشي، يشتغل انبوت ماشي، يشتغل اوت بوت ماشي. وصلت يا اخوانا؟ طيب تعال الاول نتعامل مع الفايل ستريم. هنتعامل الاول مع الايه، الفايل ستريم. خلي دول كده اهو، يبقى هما فوق عندنا هنا كده، تمام.
اول حاجه هنتعرف على الفايل ستريم. الفايل ستريم بيتم تعريف منه ازاي؟ خلي بالك بقى عشان ايه درسنا النهارده هنتعرف على الفايل ستريم. الفايل ستريم ببساطه بيتم تعريفه الاتي: ديم اف، اختصار لكلمه فايل ستريم، سمي اي حاجه، انا بس بدي زي ما خلاص عدينا بالمرحله دي، اي اسم متغير، اس نوعه ايه، اس نيو تمام فايل ستريم. خلي بالك لحد دلوقتي جميل. اول حاجه بياخده منك ايه هو؟ سيبك من ده، المسار بتاعك. الايه؟ ها المسار بتاعك. ايه هو المسار؟ هقول له ببساطه، خلي بالك ركز من الكلام ده بالله عليك، ادي له اي مسار وليكن تعالى نختار مسار مثلا الدي مثلا، هعمل مثلا نيو فايل ستريم. خلي بالك في نقطه كمان، ملف التكست، مش ملف التكست بتاع الويندوز بقى، من التكست اللي احنا بنعمله عندنا هنا، ممكن يكون اي امتداد بس هيتقرا في تكست. تمام، هيتقرا ايه؟ تكست. ملف الباينري ممكن يكون برضو اي امتداد بس برضو هيتقرا ايه؟ ها باينري. خليك من النقطه دي، يعني لو انا استخدمت مثلا دوت تكست دوت مثلا اي امتداد، هو بس هو نوع تكست، هو نوع يا اخوانا نوع تكست، نوع تكست، اسف نوع تكست. طيب جميل، هنا هقول له مثلا وليكن دوت مثلا تكست، خلاص كده خلصت؟ لا لسه، ركز من الانواع دي. بقول لك الفايل مود، الفايل ايه؟ ها الفايل مود. ايه هو الفايل مود؟ الفايل مود الملف اللي انت بتكتبه ده، الملف اللي هو هياخد تدفق ده من البيانات، تمام؟ هيبقى نوعه ايه؟ المود بتاعه ايه؟ انت عندك بالظبط ست انواع. اول حاجه الابند. الابند ان هو هيفتح لك اولا الملف بس مش هيفتحه قدامك، ويزود لك النص اللي انت بتكتبه في نهايه النص الموجود ويقفل الملف. وصلت؟ وصلت. بمعنى لو انا قلت ابند كده، نو ابند كده، خلاص نو ايه ابند، على فكره كده ما ينفعش، لازم تقول له الفايل مود ابند. تمام. طيب هنا كده ببساطه، فاكر لما كنت بقول لك لو في مثلا عندك تكست بوكس واحد، لو احنا عندنا تكست بوكس واحد اهو، المفروض التكست بوكس الواحد ده في اخر الدوره ان شاء الله نديله قلاده تنين، تعب معانا. طيب ده التكست بوكس واحد، لو فاكر لما كنت بقول التكست بوكس واحد دوت تكست ها ايكوال بلس كده، الايكوال بلس دي كانت بتعمل ايه؟ هي بتعمل عمليه ابند. اصلا ابند يعني بيزود في اخر النص، ده المصطلح، يعني ما بيشيلش النص، لا يعني لو انا عندي مثلا التكست اسمه كده وانا قلت ابند مثلا كلمه علي، هيعمل لك كده. طب كلمه مسافه علي، هيعمل لك كده. يعني ايه من الاخر؟ بيزود لك في اخر النص. وصلت؟ دي ابند، ده النوع ابند. طيب النوع الثاني كرييت، تمام، هيعمل لك من الاخر ملخص الكلام اللي هو الكتير ده. الكرييت هيعمل لك الملف من جديد. طب لو الملف موجود هيعمل لك اوفر رايت عليه، يمسح القديم وينشئ الجديد، بس خلاص. طيب هنا كرييت نيو، كرييت نيو هيعمل لك جديد. طب لو موجود يطلع لك خطا، خلي بالك من دي، الفرق بين دي هيعمل كرييت ينشئه، لو موجود اسف لو مش موجود ينشئه، طب لو موجود يعمل اوفر رايت يمسح القديم ويكتب بداله الجديد. انما كرييت نيو لو مش موجود يعمله، لو موجود يظهر لك خطا. واضح؟ خلاص. طيب اوبن، هنا انت هتعمل اوبن، هتفتح ملف موجود اصلا. طبعا لو الملف مش موجود هيعمل ايه؟ هيظهر لك خطا. تمام. طيب انت كده بتفتح ملف. طيب هنا بتقول له اوبن اور كرييت، طبعا اوبن انت بتفتحه علشان تبدا تكتب فيه، تبدا ايه؟ ها تبدا تكتب فيه. انا بكلمك دلوقتي كله كلام نظري، هنشوف دلوقتي.
open or create هيفتح هيفتح لك ملف. لو هيفتح لك ملف لو موجود، لو مش موجود هينشئه ويفتح. طيب truncate تمام، هيفتح لك ملف موجود بالفعل ولكن هيحذف لك كل محتوياته ويفتحه لك ويسيبه لك فاضي. يعني لو الملف بيحتوي على نصوص كتير 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 هيفتح لك ملف ويمسح لك النصوص اللي فيه، وهو منتظر منك اللي انت تكتب فيه حاجه جديده. طبعا مش هتقرا، تقرا ايه انت، ما انت حذفته. وصلت؟ طيب ده الشكل البسيط. انا هعمل كرييت بس خلاص كده. لا لسه بقى الاس انت بتتعامل معها لوحدها تاني خالص بقى. انت كده عرفت ملف، الملف ده ها الاس نوعه فايل ستريم. خلاص اول ما الكمبيوتر يسمع انه من نوع فايل ستريم يقف على حيله كده ويقول لك بس ده الواد ده ناوي على شر. هيعمل ايه؟ هيكتب. هيكتب فين؟ هيكتب في الايه، في الملف ده. طيب هل الملف ده موجود؟ تعالى بينا نشوف كده. تمام اهو الملف ده موجود هنا. لا مش موجود، عشان كده انا اخترت كلمه ايه، فايل ميوت مود كرييت. خلي بالك ولو المسار ده مش موجود هيظهر لك خطا. بفرض انت بتقول له دي في فولدر اسمه مثلا اس، او مثلا اسمه مثلا ايه اكس 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 كده. هل في انت في عندك فولدر اسمه اكس اكس كذا في الدي؟ لا هيظهر لك خطا على طول على طول. تمام يبقى لازم تتاكد اولا من المسار. طبعا في اخطاء انت ممكن ايه تبحث عن حاجه اسمها الايه الاكسبشنز للفايل ستريم، ممكن نبقى نتكلم عنها. طيب ده كده الاس. ثم بعد كده الاس ذات نفسه في حد ذاته الاس، شوف دوت بقى ده اللي احنا نبدا ايه ها نبدا نتعامل معاه. اول حاجه البيجن ريد، لو سمحت ابدا اقرا بقى. طيب لا انا عايزه اكتب بقى، اكتب اهو. خلي بالك هكتب ايه، يعني الكلام لسه كتير. انا عايزك الاول تمشي معايا خطوه خطوه. الامر مش صعب، الامر مش صعب خالص. تمام الامر سهل. طيب في عندنا دوال تانية كتير اهو. في عندنا مثلا كان ريد، هل اقدر اقرا، هل اقدر اعمل سيك، هل اقدر كان تايم اوت، هل كان رايت، كلوز بعد ما انهي خلاص لازم اقفل الملف وراي ما انا فتحته، هسيبه مفتوح وامشي، ما ينفعش لازم اقفل. الكوبي تو، كل دي حاجات خاصه بالايه، بالقراءه والكتابه بالنسبه لايه يا اخوانا، بالنسبه للملف. لاحظ هنا ريد، هنلاقي عندنا برضو هنا رايت، دي اللي احنا هنستخدمه دلوقتي على الاقل. تمام طيب هنا رايت بايت. تمام طيب وهنا رايت تايم اوت. كل الكلام ده كله اللي احنا نبدا نستخدمه ان شاء الله من الدرس القادم. لكن اللي انا عايزك تعرفه الدرس ده ان انا ببساطه، خلي بالك احنا لسه ما خلصناش مع دي، ده لسه فيها بس مش دلوقتي. ناخد الكونستراكتور الاول، مش كونستراكتور الاول، الكلاس الاول اللي اسمها فايل ستريم بس. هو ده كده الكونستراكتور الاول، ده كونستراكتور لانها كلاس. تمام طيب ببساطه انا دلوقتي عملت ملف اديته مسار، لازم اتاكد الاول ان في مسار موجود، والا خلي بالك هيجي يتعامل يقول لك المسار ده مش موجود هيظهر لك خطا. تقريبا الخطا كان اسمه اسمه دايركتور باين نوت فاوند، حاجه زي كده يعني، ده اسم الاكسبشن. تمام طيب في عندك هنا للفايل مود انواع. اول حاجه كرييت، في عندنا مش اول حاجه كرييت، في عندنا ابند، هعيد عليهم تاني ببساطه، هيكمل نص موجود بالفعل، هيكمل على النص الموجود. كرييت هينشئه لو مش هينشئه لو مش موجود، لو موجود هيعمل له اوفر رايت، يمسح القديم ويستبدله بالجديد. تمام كرييت نيو هيظهر لك اللي هو يعمل جديد لو مش موجود، لو موجود يظهر لك خطا. اوبن هيفتحه وهو مستعد للقراءه والكتابه. تمام هنا اوبن بس طبعا اوبن لو هو موجود. طيب لو هو مش موجود، تمام لو هو هنا مش موجود ايه اللي هيحصل؟ اوبن اور كرييت. تمام يبقى قلنا هنا يا اخوانا الاوبن هتفتح ملف موجود بالفعل، لو مش موجود هيظهر لك خطا. طيب لكن هنا اوبن هتفتح ملف موجود، طب لو مش موجود يعمله ينشئه. ترانكيت لازم يكون برضو ملف موجود والا يظهر لك خطا، لو موجود هيبدا يفتح لك الملف اهو. صح لاحظ بيقول لك ايه، لما الملف يتفتح هيعمل ترانكيتد او يعني ترانكيتد يعني ايه، يحذف او يقلم. تمام يقلمه يعني زي تقليم الاظافر كده. تمام هيبقى حجمه زيرو خلاص يحذف. تمام يا اخوانا طيب
ده كده ببساطة الأنواع اللي احنا ايه ها اتكلمنا عنها النهاردة. في نقطة بسيطة قبل ما انهي حلقة النهاردة او درس النهاردة، ايه هي؟ ان لازم يكون حاجة اسمها الايه الاكسس بيرميشن. بمعنى فاكر لما جيت قلت لك ان في الويندوز في حاجة اسمها الاكسس بيرميشن، ان انت مثلا في فولدر معين او حاجة معينة انت مالكش احقية الوصول ليها، انت مالكش احقية الوصول ليها، فبالتالي ما ينفعش تعرف فيها ملف عشان تقعد تقرا بقى وتعمل ريد ورايت والكلام ده، او ساعات بيبقى ليك حقيقه الريد فقط او الرايت فقط. يبقى خلي بالك هنا انت بتخضع لحاجه اسمها الويندوز، لحاجه اسمها الايه الريد والرايت. حتى تلاقي هنا في الملف ده في السكيورتي عنده تمام اهو يقول لك الايه اليوزر الحالي الاوثنتيكيتد يوزر او السيستم. السيستم اهو حاجه للريد والرايت، لو الرايت متشاله انت مش هتعرف تكتب عليه، مش هتعرف. طبعا هي دي حاجات متقدمه شويه بالنسبه للويندوز او بالنسبه للايه للبرمجه تمام. خلي بالك بس لازم تشتغل، هتشتغل لحقيقه الايه الوصول عندك، وهنتكلم عنها ان شاء الله لو انت ليك احقيه الوصول او مالكش احقيه الوصول وكيف اعالجها ان شاء الله. ان شاء الله نكمل الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.